في الحلقة القادمة من أهل الديرة. شباب نادي العربي ولاعب منتخب وطني أخوي علي مقصيد، لاعب نادي العربي أخوي محمد شراد، حياكم الله معنا برنامج أهل الديرة. عني أنا ويا الوالد يعني كنت أتساوي. ما شفت اهتمام من؟ من النادي الغاتسية. نعم. أيام قبل ينطرون توقيع الوالد. عدل. الوالد ما وقع حق الغاتسية. وماكو تقدير للأمانة، يعني كلمة تقدير ما في. كلمة الحق تزعل وايد ناس مني، وقاموا يسوون فيها إن أنا رأي مشاكل بالفن. الكل قاعد يستفيد منها أو يعني يعيشها إلا اللاعب الكويتي الاحتراف. عط الخباز خمسة بس بالكويت، عط الخباز الحداد. أهل الديرة الليلة 12:00 بعد منتصف الليل.